الأخ بالنسبة لي، وموقف كله إن أنا اتسندت كتير، ناس كتيرة جدا سندتني، وطبعا بداية من كابتن محمود الجواري، وطبعا الناس كلها عارفة الموضوع دوت أيام ما حصل موضوع إن أنا سافرت بلجيكا. فدلوقتي جه الوقت إن أنا بساند يعني، والحمد لله يعني أتمنى إن أنا أكون وفقت في الموضوع دوت، إن أنا أساند الجميع. ومرغني شخصية جميلة جدا ومحترم، وبالنسبة لي أخ، والموضوع بعيد عن الشو الإعلامي خالص. أنا حسيت إن الموقف بتاع المرغني كأن أنا فيه بالظبط، فعشان كده أنا ساندته وأتمنى لي التوفيق. والمرغني من اللعيبة الممتازة ومن أفضل اللعيبة في مصر، بس هي الظروف هي اللي حطته في الموقف ده. بس إن شاء الله بإذن الله أتمنى إن هو يرجع تاني، ومن خلال مجهوده يمكن أنا اتكلمت معاه إن مهما حصلت المواقف ما تستسلمش، لأن الاستسلام ده يعتبر ضعف. طول ما أنت في الملعب هيبقى ليك تواجد، وإمكانياتك هي اللي بتجبرك إن أنت تبقى متواجد على الساحة. وإن شاء الله بتمنى له التوفيق وربنا يوفقه إن شاء الله. رسالتي للمرغني، ثق في إمكانياتك، طبعا ثق في ربنا سبحانه وتعالى الأول، وثق في إمكانياتك، وبإذن الله ربنا يكرمك. طول ما أنت في الملعب هي دي القوة بتاعتك، لو بعدت عن الملعب هي دي الضعف. فقوتك في ملعبك، بإذن الله ربنا يكرمك. اجتهد زي ما اجتهدت الموسم اللي فات، والناس كلها رجعت اتكلمت تاني عليك من خلال نادي جولدي. ان شاء الله بإذن الله لو حصل نصيب ان انت متواجد في جولدي، جولدي مفتوح ليك في اي وقت. وانا مش حابب ان انا ايدك في الفترة ديت، لانك انت ممكن في لحظة ممكن ربنا يكرمك وترجع الممتاز. واتمنى ان شاء الله بإذن الله ترجع الممتاز تاني، لانك تستحق. واتمنى حتى لو في خلافات قديمة مع المرغني، اتمنى ان هي تتنسي. ما فيش حد ما بيغلطش، ومصر اكبر من كده بكتير، ومصر طول عمرها بتشجع الموهبة وبتساعد الموهبة، وهي اللي بتعمل النجومية. معظم نجوم العرب سواء في الفن كلهم بيحبوا يجوا مصر عشان خاطر يشتهروا. ده دليل ان احنا عندنا مواهب، وان احنا بنكتشف المواهب. ان شاء الله بإذن الله الكرة المصرية ترجع بشكل مختلف، والنجوم ترجع تاني، والمواهب ترجع تاني للمكانة الطبيعية بتاعتهم. اخر دقيقة، يلا جد.